الحمد لله على الهبات، والشكر له على النفحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حثنا على المنافسات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رغبنا في الجنات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في طريق الجنات. أما بعد، فأهلاً وسهلاً بكم في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس العامرات التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. وأشكر الله عز وجل الذي هيأ هذا اللقاء وسائر هذه اللقاءات، كما أشكر القائمين على إعداد هذه المحاضرات، جعل الله ذلك في موازين حسناتهم، وأشكركم أنتم الحضور الكريم. إخواني الأفاضل، نحن في موسم مبارك تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين، وتضاعف فيه الحسنات، وتجاب فيه الدعوات. وها نحن قد مضى من شهرنا الثلث، والثلث كثير، وينبغي للإنسان إذا مضى شيء من الشهر أن يحاسب نفسه، وأن يتعاهد نفسه ماذا قدم لربه من صيام وقيام وصلاة وقراءة للقرآن ودعاء وتضرع وغيرها من العبادات. ولا شك أن هذا الشهر العظيم فيه من الشعائر التعبدية الكثيرة، من الصيام والقيام وقراءة القرآن والدعاء، ومن أبرز الخصائص التعبدية لهذا الشهر قيام الليل. وليالي رمضان ليالي مميزة ولها مذاق خاص عند المؤمن، والله سبحانه وتعالى يوفق إليها من يشاء من عباده. ولذلك جاءت هذه المحاضرة بعنوان لحظات الأسحار، لنتكلم عن قيام الليل، هذا القيام الذي ينبغي أن يحييه الإنسان في رمضان وفي غير شهر رمضان. هذه العبادة العظيمة التي حث الله عز وجل عليها نبيه صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به، ومن الليل فاسجد له، وسبحه ليلا طويلا، وإذا فرغت فانصب، وغيرها من الآيات التي تحث نبينا صلى الله عليه وسلم على قيام الليالي. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لهذه الأمة ما لم يرد التخصيص، وذكر الله عز وجل صفات القوام من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال الحسن البصري رحمه الله: أي لا ينامون منه إلا قليلا. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول ابن القيم رحمه الله تعليقا على هذه الآية: الجزاء فيها من جنس العمل، فلما أخفوا القيامة في الدياجي فإن الله عز وجل أخفى لهم الثواب بين يديه، ولما كانوا يتجافون عن المضاجع ويصيبهم القلق إثر هذا القيام وعدهم الله عز وجل بهذا الموعود العظيم وهو قرة العين عند الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. كل هذه الآيات حث على هذه العبادة الكريمة، على هذه العبادة الجليلة، عبادة قيام الليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في القصة المعروفة في حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري
نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما ترك ابن عمر قيام الليل بعدما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلق ابن حجر على هذا الحديث قال فيه أن أفضل العبادات قيام الليل، وفيه أيضا أن من أسباب النجاة يوم القيامة من العذاب قيام الليل، فإن عبد الله بن عمر رأى رؤيا ورأى جهنم ورأى فيها أناس يعرفهم، فحثه النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. ولذلك قال النووي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث إن التطوع في الليل خير من التطوع في النهار، وهذا فيه فضل هذه العبادة العظيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام من الليل وأيقظ أهله فصليا جميعا ركعتين كتب ليلة إذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها النار، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظ زوجها فإن أبى نضح في وجهه الماء. وجاء في الحديث أن الله عز وجل ضحك لرجلين، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهما رجل ترك لحافه وفراشه ووثاره وقام إلى الليل، فقال الله عز وجل للملائكة ماذا يرجو عبدي؟ فقالت الملائكة يخشى ما عندك ويرجو ما عندك. فقال الله عز وجل أخبروه أني أعطيته ما رجا وإني أمنته مما خاف. فهذا فضل عظيم يدل على شرفي ومكانة قيام الليل. ولذلك كان سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين عند الموت لا يتحسرون على شيء إلا على مثل هذه العبادة، كما جاء عن ابن عمر قال لا آسى على شيء إلا على صيام الهواجر ومكابدة الليالي. ويقول عبد الله ابن عباس رضي الله عنه واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، فهذا شرف للإنسان. وقال عبد الله ابن وهب ابن منبه إن قيام الليل عزة للذليل وشرف للوضيع. ولما سئل الحسن البصري ما بال أصحاب قيام الليل أكثر الناس ضياء، فقال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا. وقال يزيد الرقاشي رحمه الله إن أصحاب القيام لهم نور يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. وقال الأوزاعي رحمه الله من أطال القيام في هذه الدنيا خفف الله عنه القيام في يوم القيامة. وقال عبد الله وقال محمد بن المنكدر لم يبقى من لذات الدنيا شيء إلا صلاة الجماعة وقيام الليل ومجالسة الإخوان. وهذا كله حث من سلف هذه الأمة على قيام الليل. وكان بعض السلف رحمهم الله يقول كيف ينجو العبد وهو ينام بالليل ولا يصوم بالنهار؟ فمن أراد السعادة ومن أراد التوفيق والسداد في أمر الدنيا والآخرة فليلزم قيام الليل. وإن التوفيق إلى قيام الليل ليس بالأمر الهين، بل هي من الأمور العظيمة. وهناك أمور ميسرة للإنسان تعين الإنسان على لحظات الأسحار وتعين الإنسان على عبادة القيام، منها أن يبتعد الإنسان عن الذنوب والمعاصي. ولذلك جاء عن الحسن البصري أن رجلا سأله إني أعد طهوري ولا أستطيع القيام، فقال له الحسن البصري لقد كبلتك الذنوب والمعاصي. وقال سفيان الثوري حرمت قيام الليل 5 أشهر بسبب ذنب أحدثته، رأيت رجلا يصلي وهو يبكي فقلت هذا مراء. بهذه الكلمة والبلاء
موكل لا شك بالمنطق، ومما يعين الإنسان على قيام الليل أن يطهر الإنسان الباطن. فإذا كان قلب الإنسان مريضا بالآفات والشحناء والبغضاء والحقد على الناس، فإن الإنسان لا يوفق لقيام الليل، فلا بد من تطهير النفس وتطهير القلب حتى يوفق الإنسان لقيام الليل. وينبغي على الإنسان أن يكون صاحب هم يحمل هم الآخرة، فقد كان بعض التابعين لا ينام الليل ويقول إن ذكر جهنم طير النوم من حياتي، فكانوا يخشون الآخرة ويخشون عذاب الله عز وجل، ولذلك كانوا يقبلون على القيام. والقيام عبادة تحتاج إلى المجاهدة، ولو بدأ الإنسان بركعتين ثم زاد أربع ثم ست، وهكذا يتدرج الإنسان مع النفس. وينبغي أن يخلص الإنسان وأن يصدق في الدعاء، يلجأ إلى الله عز وجل ويسأل الله عز وجل أن يوفقه إلى قيام الليل. وينبغي أن يأخذ الإنسان بالأسباب بأن تكون له قيلولة في النهار، وأن لا يتعب نفسه في النهار. وينبغي أن يتحلى الإنسان بآداب النوم حتى يوفق لقيام الليل. ثم إخواني الأفاضل، إن قيام الليل هذه العبادة لها آداب كثيرة، من هذه الآداب النية، فإن الإنسان قبل النوم ينبغي أن يستحضر هذه النية، فإن هذه النية لها أثر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا أوى إلى فراشه نوى أن يقوم الليل فغلبه النوم حتى يصبح كتب الله له ما نوى وكان نومه صدقة له. فيحرص الإنسان على النية، وكذلك يحرص الإنسان في قيام الليل على الإكثار من الدعاء، فإنها ساعات التنزل الإلهي، وهو وقت مبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله، وذلك في كل ليلة. وينبغي أيضا من الآداب أن يحيي الإنسان الليل بذكر الله عز وجل، وأن يختم قيام الليل ولحظات الأسحار بالاستغفار، فهذا المشروع، وبالأسحار هم يستغفرون. وينبغي على الإنسان إذا قام إلى الليل أن يتسوك، فذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة: كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وينبغي للإنسان أن يوقظ أهله للقيام، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أيقظ عائشة وقال: يا عائشة قومي من الليل فأوتري، قومي من الليل فأوتري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى من الليل يقول: من يوقظ أصحاب الحجرات؟ رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وينبغي على الإنسان أن يتفاعل مع القيام، أن يتدبر الآيات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة مهجورة عند الأئمة في قيام الليل وفي التراويح، إذا مروا بآية رحمة وآية جنة ينبغي أن يسأل الله من رحمته، وإذا مر بآية عذاب يستعيذ بالله عز وجل من عذاب الله عز وجل، وأن تقرأ هذه الآيات بالتدبر. وينبغي على الإنسان إذا صلى لوحده من قيام الليل ألا يشق على نفسه، فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى نسائه وقد شقت على نفسها حتى غلبها النوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه، وهي كلمة الزجر، عليكم بما تطيقون، إن الله لا يمل حتى تملوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم فليرقد. ومن السنة أن يبتدئ الإنسان القيام بركعتين خفيفتين، ومن السنة أيضا أن يطيل الإنسان القيام، وللأسف
صارت هذه من السنن المهجورة في واقعنا في صلاة التراويح وفي القيام. لا ترى الأئمة يتجاوزون الوجه أو نصف الوجه أو أقل من ذلك. هذه العبادة ينبغي أن يتلذذ الناس فيها، وينبغي أن يكون فيها طول العبادة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: طول القنوت. والناس ينتظرون 11 شهرا حتى يأتي شهر رمضان، يتلذذون بالتراويح ويتلذذون بالقيام، لا أن يصلوها صلاة سريعة لا يدرك الإنسان فيها المعاني ولا يدرك فيها الإنسان الخشوع. يقول عبد الله بن مسعود: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فصلى صلاة طويلة حتى هممت بأمر سوء أن أدعه وأن أجلس، يعني من طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنة أن ينوع الإنسان بالصور العديدة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم: 9 ركعات متصلة أو 7 ركعات متصلة، وأن يطبق الإنسان سنن الوتر، أن يصلي الوتر 3 ركعات متصلة أو 2 ركعات ثم ركعة، وهكذا سنن النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة ينبغي أن تحيا، وينبغي على الإنسان أن ينام نومة خفيفة قبل صلاة الفجر، كما قالت أم المؤمنين عائشة تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في القيام، قالت: ما ألف النبي صلى الله عليه وسلم عند السحر الأعلى في بيتي إلا نائما. وينبغي على الإنسان أن يلتزم أفضل القيام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أفضل الصيام وأفضل القيام. فأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل ثم ينام سدس الليل، وهذا أرفق للعبد بحال نفسه. وهذه الصلاة التي نحن نصليها صلاة التراويح هي عينها صلاة القيام. للإنسان أن يصليها بعد صلاة العشاء في أول الليل أو في منتصف الليل أو في آخر الليل، ولكن الأفضل في هذه الصلاة أن تكون في آخر الليل. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الوتر، عن أفضل وقتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عرف أنه يستيقظ أول الليل فليصلي، من عرف أنه يقوم آخر الليل فليصلي آخره، وإلا فليصلي أوله. يعني الإنسان بحسب حاله وبحسب نفسه، فإن الناس يتفاوتون في القوة على القيام وفي القوة على أداء هذه الصلاة. ومن الأمور المهمة في هذه الأيام، ينبغي على الإنسان ألا يتتبع مجرد التلذذ بنبرة الصوت أو بجمال الصوت، فإن كثيرا من الناس يبحثون في المساجد ويبحثون عن الأئمة لجمال الصوت ونبرة الصوت، فإن الإنسان إنما ينظر إلى التلذذ بكلام الله عز وجل وتفهم معاني كلام الله عز وجل. لا شك أن تحسين الصوت بكتاب الله عز وجل يحسن كتاب الله عز وجل، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتزيين القرآن بالصوت الحسن، ولكن لا يشغل ذلك عن التلذذ بمعاني كلام الله عز وجل وتدبر كلام الله عز وجل. كما ينبغي على الإنسان أن يكون متدبرا، وينبغي على الإنسان أن يبتعد عن الصراخ وعن الصياح، فإن هذا من تلبيس إبليس كما قال الشاطبي وكما قال ابن الجوزي وابن القيم. فإن حال كثير من الناس اليوم في صلاة التراويح في كثير من البقاع يملؤون صلاة القيام والدعاء بالصراخ والصياح. والحسن البصري لما رأى رجلا يصيح ويبكي الناس فقال: إن الشيطان يبكيه الآن. فلا ينبغي على الإنسان أن يسلك هذا المسلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بكاؤه أزيزا، وكان السلف بكاؤهم نشيجا، وكان لهم الدموع، أما الصراخ ورفع الصوت
فإنه ليس من السنة، فليحرص الإنسان على سنن النبي صلى الله عليه وسلم في القيام. وعند الدعاء في صلاة القيام يشرع للإنسان أن يرفع يديه بالتأمين في مواضع السؤال، فقد جاء عن عمر بن الخطاب كما في سنن البيهقي ولم يخالف أحد من الصحابة أنه كان يرفع يديه، وهذه من سنة الخلفاء. ولكن بعض الناس حتى في مواضع الثناء وفي مواضع الحمد يدعو ويؤمن، وهذا خلاف السنة. تجد مثلا الإمام يشرع في الدعاء يقول الحمد لله قيوم السماوات والأرضين، بعض الناس يقول آمين، وهذا ليس موضع سؤال وإنما موضع ثناء، فالتأمين إنما يكون في موضع السؤال. ولا يجوز للإنسان أن يمسح وجهه، فإنه قد ورد في ذلك حديثان، حديث عمر عند الترمذي أنه كان لا ينزل وجهه حتى يمسح بهما وجهه، وحديث ابن عباس عند ابن ماجه إذا انتهيت فامسح وجهك، وكلا الحديثين ضعيفان لا يثبتان. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية جاء في المسح بعد الدعاء حديثان لا تقوم بهما الحجة، فيلزم الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في القيام وفي الدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. وتقول نائلة رضي الله عنها زوج عثمان رضي الله عنه لقد قتلوه وإنه ليحيي الليل كله بالقرآن في ركعة. وكان عمر كان شديد البكاء حتى أن الدموع أثرت في مجرى وجهه، وكذلك عبد الله بن عباس. وهذا ثابت البناني يقول عن عبد الله بن مسعود أنه كان إذا قام الليل كأنه خشبة منصوبة. وهذه أم المؤمنين عائشة يقول القاسم جئتها في حاجة فإذا هي تصلي وتبكي وتقرأ وقانا عذاب السموم وتكرر هذه الآية. قال فجلست عندها حتى مللت فخرجت من عندها إلى السوق وأتيت إليها بعد وقت طويل فإذا بها تبكي وتكرر هذه الآية وتدعو الله عز وجل. وهذه زينب أم المساكين زوج النبي صلى الله عليه وسلم نصبت من حرصها على القيام حبلا بين ساريتين. وهذه حفصة بنت سيرين كانت قوامة صوامة تقوم بنصف القرآن في ليلة واحدة. وهكذا العلماء من بعدهم، هذا قيس ابن عامر كان يقوم من الليل حتى تنتفخ قدماه ثم يجلس مع نفسه يقول يا أمارة بالسوء، وكانت زوجته تقول لا أراك تنام من الليل، فكان يقول من يذكر جهنم لا ينام بالليل. وكان الربيع بن خثيم يقوم الليل بآية واحدة، وكان بعضهم يقول إن من ألذ الأوقات التي أمر بها قيام الليل، كما جاء ذلك عن عبد الله بن المبارك. وهكذا كان العلماء وسلف هذه الأمة يحرصون على عبادة القيام، فإن التوفيق إلى قيام الليل واغتنام لحظات الأسحار بقراءة القرآن والصلاة والدعاء من التوفيق العظيم من الله عز وجل. وأفضل العمل في أوقات الأسحار هو الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولو كان الإنسان في صلاة الوتر وأذن المؤذن لصلاة الفجر فهل يكمل؟ قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين نعم يكمل. وينبغي على الإنسان أن لا يجعل في ليلته وتران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. وينبغي على الإنسان أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فينبغي على الإنسان
أن يحرص على هذه الأوقات المباركة، وينبغي على الإنسان أن يتعاهد هذا القيام وأن لا ينقطع بعد شهر رمضان، بل يكون شهر رمضان دربة له على القيام. وينبغي أن نجاهد أنفسنا وأن ننشر بين الناس إطالة القيام وتحبيبهم في إطالة القيام وإحياء هذه السنن التي بدأت تموت، وللأسف ما يمر سنة ثم أخرى إلا وتقل القراءة في صلاة التراويح وفي القيام، وهذه ظاهرة محزنة لأن هذا خلاف السنة، فينبغي أن تحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس. أسأل الله عز وجل في ختام هذه الكلمات أن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، ويجعلنا وإياكم من العتقاء من النار. أسأل الله عز وجل أن يجعل رمضان حجة لنا لا علينا، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم فيه التوفيق والإحسان والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.